اتفاق مبدئي بين برشلونة وكوندي. يقترب مدافع إشبيلية الإسباني الدولي الفرنسي غول كوندي من توقيع عقد لمدة 5 سنوات مع نادي برشلونة بحسب ما أفادت به تقارير صحفية إسبانية يوم الخميس. وقالت صحيفة موندو دوبرتيفو الكتالونية إن برشلونة وإشبيلية توصل إلى اتفاق مبدئي بشأن انتقال قلب الدفاع، والشيء الوحيد المفقود هو التوقيع الرسمي. وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة الصفقة ستصل إلى حوالي 50 مليون يورو و10 ملايين مكافأة. بدورها عرضت صحيفة سبورت الإسبانية على صفحتها الأولى صورة للاعب الفرنسي تحت عنوان كوندي 2027. وأكدت الصحيفة المدريدية آس أن إشبيلية وبرشلونة أتم صفقة انتقال كوندي الأربعاء بانتظار أن تصبح رسمية. وبدأ أن اتفاقا وشيكا حصل بين إشبيلية وتشيلسي الإنجليزي بشأن انتقال اللاعب في نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن الصحافة الإسبانية كشفت عن الدور الحاسم لمدرب برشلونة تشافي هرنانديز في وصول الفرنسي، إضافة إلى رغبة الأخير في الانضمام للفريق الكتالوني. ويتعافى كوندي حاليا من جراحة خضع لها إثر إصابة في فخذه الأيسر، وانضم إلى إشبيلية عام 2019 قادما من بورتو الفرنسي، ونجح مع النادي الأندلسي بإحراز لقب الدوري الأوروبي يوروبا ليج في موسم 2019-2020، كما مثل منتخب بلاده في 11 مباراة دولية.